ما هو تفسير رؤية غسل الميت في المنام؟ فسر لنا النابلسي حلم رؤية غسل الميت بأنه يدل على قضاء دينه، أما التفسيرات الأخرى فأنه من رأى ميتا يغسل نفسه فهو دليل على خروج عقبه من الهموم وزيادة في مالهم. إن غسله إنسان تاب على يد ذلك الإنسان، رجل في دينه فساد، المغتسل في الأصل تاجر نافع ينجو بسببه أقوام من الهموم، ورجل شريف يتوب على يديه أقوام من المفسدين. فمن رأى كأنه على المغتسل ارتفع أمره وخرج من الهموم، وإن رأى بعض الأموات يطلب من يغسل ثيابه، فإن ذلك فقره إلى دعاء وصدقة وقضاء دين أو إرضاء خصم أو تنفيذ وصية. وإن رأى كأن إنسانا غسل ثيابه، إن ذلك خير يصل إلى الميت من الغاسل. وأخيرا، الغسل في المنام دليل على التوبة من الذنوب وقضاء الواجب من بر الوالدين أو الأصحاب. فإن اغتسل بالماء البارد في الشتاء دل على الهموم والأنكاد والأمراض، وإن اغتسل بالماء الحار في زمن الشتاء دليل على الأرباح والفوائد والشفاء من الأمراض.